تحت شعار ملك عام يستحق الاهتمام، تم تدشين حملة للحفاظ على الممتلكات العامة المصرية، وده ضمن مبادرة كنترول اس اللي بيتعتبر او يعتبر مشروع لتخرج طلاب كلية اعلام جامعة حلوان. المشروع باختصار عبارة عن حملة إعلامية بتقدم مجموعة من الرسائل التوعوية الهامة للحفاظ على الممتلكات العامة وكيفية صيانتها. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الطالبة إيمان خالد، ليدر مشروع ملك عام يستحق الاهتمام. صباح الخير عليكي وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. قولي كده في البداية، سبب اختياركم المشروع ده أو فكرة مشروع التخرج ملك عام يستحق الاهتمام؟ تمام. هو بس خلوني أشكر سيدة صاحب قسم الإعلام بجامعة حلوان، سيدة أعضاء. إيمان بس أنا هستأذنك بس تقفي في مكان تكون الشبكة فيه أفضل لأن الصوت بيقطع مش واضح. إيمان الصوت كده أفضل؟ اتفضلي، سامعانا؟ أيوة حبيبتي. اتفضلي. كنت بقول بس أشكر. طب إيمان احنا يعني هنحاول نعود الاتصال بيكي مرة تانية لأنه الصوت مش واضح، لكن على أي حال هو فكرة مشروع التخرج برضو يا محمد هي مهمة صحيح. جدا لأنه صحيح. للأسف احنا بنشوف طول ما انت ماشي بتتفرج بتعدي كده بتلاقي للأسف معاملة سيئة جدا لأيا كان نوع الممتلكات العامة اللي صحيح. موجود، حتى لو مبنى أثري لو تمثال أيا كان طريقة التعامل بتكون صعبة. محتاجين ده جدا يا جمانة، محتاجين الوعي بالممتلكات العامة والخاصة كمان، وازاي يبقى في سلوكيات جديده ومختلفه بتحافظ على هذه الممتلكات وصيانه هذه الممتلكات. وده دور جميل جدا بتقوم بيه كليات الاعلام في مشاريع التخرج، ان يبقى في مشاريع تخرج بتخدم المجتمع بشكل مباشر. رجع لنا مره ثانيه، رجعت لنا ايمان على الهواء. اهلا وسهلا بحضرتك، انا بعتذر على الشبكه. لا ولا يهمك يا ايمان، كلمينا بقى ليه اخترتوا الموضوع ده تحديدا، فكره ملك عام يستحق الاهتمام. تمام حاضر. احنا في البداية كنا حابين نعمل مشروعنا عن حاجة تخدم الدولة، يعني حاجة تخص توجهات الدولة، فوقع اختيارنا على فكرة الحفاظ على الممتلكات العامة بسبب تفشي ظاهرة تخريب الممتلكات العامة في مصر. يعني دلوقتي مظاهر تخريب الممتلكات العامة موجودة بشكل كبير في الشوارع المصرية، سواء كانت لصق إعلانات في أماكن غير مخصصة للإعلان، كتابة على الحيطة، تخريب في مقاعد المواصلات العامة، إلقاء مخلفات في الشوارع أو في المترو أو في غيرها كتير من الممتلكات العامة. وده تقريبا تصرف كلنا ما نكونش مبسوطين واحنا بنشوفه حوالينا. فعشان كده اخترنا الفكرة، وكمان علشان لحد الآن ما فيش ولا أي حملة إعلامية تناولت موضوع تخريب الممتلكات العامة وحاولت إن هي تنشر الوعي بأهمية الحد من الظاهرة دي. طيب إيمان، يعني من خلال رؤيتكم أو من خلال مشروع تخرجكم، شايفين إن أنتوا إزاي ممكن تتصدوا لفكرة تخريب الممتلكات العامة؟ إيه الحلول اللي قدمتوها؟ إن احنا نتصدى لتخريب الممتلكات العامة ده محتاج مننا جهد ووقت كبير جدا عشان نقدر نتحكم في ظاهرة زي دي، لأن طبعا زي ما حضرتك عارفة تغيير سلوك راسخ في الأفراد من سنين دي حاجة صعبة جدا، وللأسف مفيش أي وعي تماما أو نسبة الوعي ضئيلة جدا في المجتمع المصري بأهمية الممتلكات العامة والحفاظ عليها. عشان كده احنا كنا بنحاول من خلال الحملة إن احنا نوعي الناس بأهمية الممتلكات العامة. جميل. ايه هي اصلا الممتلكات العامة؟ ايه هي مظاهر تخريب الممتلكات العامة؟ طيب ايه هي النفقات اللي بتدفع في ترميم وبناء الممتلكات العامة اللي بيتم تخريبها بطريقة عفوية وبطريقة من غير اي تردد؟ وكمان ايه هي العقوبات القانونية اللي ممكن تقع على عاتق المخربين؟ ايه هو الحكم الديني والقانوني للتخريب؟ ده هدف جميل ونبيل جدا، وعايز اسالك بقى عشان الرسالة تكون مؤثرة ورسالة زي دي مهمة، رسالة توعوية تؤثر على عدد كبير جدا من الناس والجمهور، لازم نشتغل على أكتر من وسيلة. فأنا كلميني هنا، تخطيطكم للحملة كان عامل إزاي؟ هل استخدمتم السوشيال ميديا بشكل أساسي؟ هل في وسائل أخرى عشان أوعي الناس وأرفع وعي الناس بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة؟ اشتغلتوا نفذتوا الحملة إزاي؟ طبعا احنا حملتنا حملة تسويق اجتماعي، يعني بنروج لفكر معين او بنحاول ان احنا نقضي على سلوك معين، مش بنروج مثلا لبرودكت او سلعة،
فحملات التسويق الاجتماعي بتحتاج مننا ان احنا نكون محاصرين الجمهور بتاعنا او التارجت اودينس بتاعنا من كل ناحيه عشان نقدر ان احنا نغير من فكره او سلوكه بحاجه جديده تفيد المجتمع عموما. فاحنا استخدمنا وسائل كتير في محاصرة الجمهور، كان اهمها طبعا السوشيال ميديا، لان دلوقتي السوشيال ميديا اكتر وسيله بيتم استخدامها او اسرع واكتر وسيله ممكن نوصل بيها للجمهور بتاعنا. فاستخدمنا السوشيال ميديا، كان لينا تواجد على الفيسبوك، كان لينا تواجد على الانستجرام، كان لينا تواجد على التيك توك، كان لينا رقم للتواصل على الواتساب، وكان لينا ايميل على الجيميل لاي ايميلات ممكن تتبعت لينا، وكمان لينا ويب سايت خاص تحديدا بالحمله بتاعتنا باسم كنترول اس، في طرق التواصل معانا وفي كل ما يخص الحمله. حاولنا ان احنا نستهدف المشاهير او الشخصيات المحببه للجمهور ان هم يساعدونا في توصيل رسالتنا، فحاولنا نوصل لعدد من المشاهير ان هم يدعمونا او يدعموا الحمله، عشان طبعا تاثيرهم على الجمهور ممكن يكون احسن مننا في توصيل صوتنا. استخدمنا كمان المطبعات، عملنا مطبعات للحمله زي البوسترز وزي البروشورز اللي بتتوزع والفلايرز وكمان الرول اب، وحاولنا ان احنا برضو نوصل للجمهور من خلال الاعلان. عملنا اعلان تعريفي بالحمله واعلان تشويقي قبل الاعلان عن الحمله، وكمان عملنا اعلان تلفزيوني للحمله علشان نكون محاصرين الجمهور بكل الوسائل الممكنه. وده طبعا يمكن ما كانش بالصوره اللي هي الرائعه او المثاليه نظرا لانه في نطاق مشروع تخرج، ولكن انا من خلال البرنامج حابه ان انا اناشد وزاره التنميه المحليه، وزاره الاسكان والتعمير، وزاره التخطيط، وزاره الشباب والرياضه، وكمان وزاره التربيه والتعليم مساعدتنا في الوصول لتوصيات الحمله. هذكر اثنين منهم سريعا بشكل سبيسيفيك شويه. اتفضل. وهم اول حاجه ادراج ظاهره تخريب الممتلكات العامه في المناهج الدراسيه. ليه؟ لان بناء الوعي بيبدا من التنشئه السليمه، فلازم ان احنا نبدا باجيال جديده عشان يكونوا اصلا من صغرهم واعيين بالظاهره، وما نضطرش ان احنا نعاني بعدين عشان نغير سلوك راسخ فيهم من سنين. دي كانت التوصيه الاولى والاهم من توصيات الحمله. ويعقب ذلك بنشد الوزارات المختصة أو الجهات المعنية كلها إن هي تساعدنا في الاستمرار في مشروع كنترول إس حتى بعد الانتهاء من تسليم البروجكت بتاعنا. حابة أذكر بس إن إحنا أصلاً سلمنا البروجكت إمبارح خلاص. أنا عندي استعداد تماماً إن أنا أكمل شغل على المشروع حتى بعد انتهاء مدة الدراسة أو التقييم للمشروع. يعني احنا نتمنى يا ايمان يكون صوتك وصل ورسالتك وصلت، والحقيقه بنحييكي على فكره المشروع ده لان فكره فعلا مهمه جدا. بشكرك شكرا جزيلا ايمان خالد ليدر مشروع ملك عام يستحق الاهتمام.